أجرى منتخبنا الأولمبي تدريباته الأولى على الملعب الفرعي لإستاد جابر استعدادا للاستحقاقات الغادمة بغياب المدرب الكرواتي دينكو وناب عنه الوطني بداح الهاجري في انطلاقة الخطة السادسة من الإعداد. احنا بلشنا اليوم اول تمرين لنا تاريخ 25 استعداداتنا حق البطوله الوديه اللي راح تقام بقطر، ومثل ما انت شايف الاتحاد راسم خطه زينه حق منتخب الاولمبي، وان شاء الله الخطه هذه راح نشوف نهايتها بشهر 3 بالتصفيات ان شاء الله. ان شاء الله تكون بدايه طيبه، استعدادات شهر 3 اللي حق تصفيات اسيا، عندنا بطوله وديه بقطر ان شاء الله الخير قدام حق شهر 3. التنافس بينكم كلاعبين لحجز المقعد الاساسي من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري يعني انا اقول الكل يستحق انه يلعب، اللي يتمرن اللي يكون بالتمرين متواجد هو اللي يلعب واللي يشد حيله بالتمارين. الجهاز الفني والاداري ابدا كامل ارتياحه لجهوزيه اللاعبين وحماسهم خلال التدريب لحجز مقعد في التشكيله الاساسيه. البعض يلوم المدربين والجهاز الاداري بخصوص بدر طارق، من وجهه نظرك؟ والله شوف بدر طارق لاعب مميز وعلاقتنا فيه جميعا يعني مميزه، وهو ويا اخوان اللاعبين والباب مفتوح لبدر طارق والجميع اللاعبين. هذه فتره طبعا حاليا في الاعداد اللي راح تكون في بطوله قطر، ومن ثم الباب مفتوح لبدر طارق والجميع اللاعبين، يعني بلا شك ان احنا نسعد في تميز اي لاعب يعني يخدمنا ان شاء الله في الفتره القادمه في البطوله التصفيات ان شاء الله المؤهله اللي راح تكون شهر 3 بالكويت ان شاء الله. صحيح، ما توجد اي مشاكل اداريه او فنيه؟ بدر قلت لك علاقته معانا مميزه، وبدر لاعب مميز والباب مفتوح لبدر طارق والجميع اللاعبين صراحه، فاللاعب يعني اكيد انه مفتوح لبدر طارق والجميع اللاعبين، انا ما ابي يعني ما نبي نخصص امور خاصه ونطلع في تاويلات وهي بعيده عن الواقع، فاللي اقدر اقول ان الباب مفتوح لبدر والجميع اللاعبين في الفتره القادمه ان شاء الله. كنا هذا احنا الفتره السادسه او المرحله السادسه من الاعداد، بدينا من الصيف لمراحل اللي هي كانت في فدي. هذه المرحلة السادسة جهوزية اللاعبين الحمد لله، بعد ما تأكدنا بعد جولة أمس كأس الاتحاد اللاعبين كلهم موجودين، في بعض الشد في بعض الإصابات ولكن خفيفة الحمد لله، تحتاج لها يوم يومين. استبعاد بدر طارق أكيد لاعب بدر طارق شهادتي فيه مجروحة، أنا لاعب محترم وملتزم وذو قيمة عالية، ولكن للجهاز الفني رأي ونحترمه، وما زال الباب مفتوح لبدر وغير بدر من اللاعبين في منتخب الكويت. الأزرق سيستمر بتدريباته حتى الدخول لمعسكر داخلي لمدة 10 أيام قبل المغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة دولية ودية. فواز الصلال لبرنامج الديربي.